قامت سونالغاز توزيع لولاية خنشلة بربط 3040 مستثمرة فلاحية بالكهرباء، وهذا منذ تاريخ يعني سنة 2022 إلى غاية يومنا هذا عبر العديد من البرامج. يعني من أصل 4570 مستثمرة تم ربط 3040 مستثمرة. للعلم أيضا أن 624 مستثمرة هي في طور الإنجاز، وكذلك 841 مستثمرة ستبعث الأشغال فيها. احنا الفلاحين كنا نعاني هنا، الحمد لله لحقت المستثمرة الفلاحية وداروا لنا لي خطوات تاع تريسيتي، والحمد لله نحن نطمحوا للمزيد ان شاء الله، نرفع الانتاج، نحاولوا نرفع الانتاج نتاعنا